دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلتها الثانية للمساعدات إلى محافظة أبيان اليمنية ضمن قوافلها الإنسانية إلى مختلف اليمن والمدن والقرى اليمنية. ترمي إذن القافلة الإنسانية التي تضمنت 1500 سلة غذائية وخيام إيواء إلى مساعدة سكان المحافظة على مواصلة حياتهم وتعزيز صمودهم في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها نظرا للظروف التي يتعرض لها اليمن بوجه عام. في نفس السياق، أعادت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية افتتاح مركز صحي في منطقة العيون التابعة لمديرية غيل بوازير في محافظة حضرموت اليمنية ضمن سلسلة المشاريع التنموية التي تنفذها في المحافظة لتحسين الأوضاع الإنسانية لسكانها وتلبية متطلباتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم. هذا ودشنت هيئة الهلال الأحمر عيادة متنقلة في منطقة طور الباحة بمحافظة لحج اليمنية، وستقدم العيادة الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لأبناء المديرية والمديريات المجاورة والمناطق المتاخمة لها. كما أكدت الهيئة أن دعم قطاع الخدمات الصحية في اليمن يعتبر ضمن أولوياتها لإعادة الحياة إلى طبيعتها، مشيرة إلى أن جهودها في هذا الصدد تتضمن عددا من المحاور، منها أولا الجانب الإنشائي وإعادة إعمار البنية التحتية الذي يشمل تأهيل وصيانة المستشفيات والمؤسسات الصحية. لتفاصيل أكثر معنا عبر الهاتف مباشرة من أبو ظبي الأستاذ فهد عبد الرحمن بن سلطان، نائب الأمين العام للمساعدات الدولية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. أستاذ فهد، مساء الخير، أهلا بك معنا. إذن مبادرات عديدة قام بها الهلال الأحمر الإماراتي خاصة في اليمن، آخرها كانت تسيير قافلة إنسانية ثانية. لو تحدثنا أكثر عن المبادرات الأخيرة، ماذا شملت، ماذا غطت من مناطق، أيضا إذا كانت لديك أي أرقام عن عدد الأشخاص المستفيدين من هذه المبادرات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تفضلت هنالك طبعا مواد غذائية تم دعمها لمحافظة أبين، وتم اعتماد قبل قليل دفعة أخرى ما يقارب 10,000 طرد غذائي ل10,000 أسرة. إن شاء الله خلال الأيام القادمة سيتم توزيعها في محافظة أبين، وهنالك فريق آخر مثل ما تفضلت في حضرموت. مثل ما قمنا بإيجاد البنية التحتية وصيانتها وتوفيرها في عدن، فبدأنا في المحافظات الأخرى. اليوم العيادة المتنقلة للوصول إلى المرضى المعاقين وكبار السن في مناطقهم والقريبة من منازلهم، لهذا اليوم تم إيجاد حل آخر وهي العيادة المتنقلة. لحين صيانة معظم عيادات ومراكز الصحية في المحافظات الستة إن شاء الله. طيب، الوضع في اليمن الإنساني متأزم جدا طبعا في ظل الخروقات من قبل الإنقلابيين، يعني حجم المساعدات، حجم الكارثة أولا في اليمن، وأيضا حجم المساعدات التي لا تزال مطلوبة. طبعا بحكم أن اليمن منذ فترة طويلة وخاصة محافظات عديدة لم يتم الاهتمام بها منذ عشرات السنين، واليوم نقوم بصيانة ما هي ما يقارب 20 عام لم يتم الاهتمام بها أو التركيز عليها، إضافة إلى إيجاد حلول سريعة لتوفير البنية التحتية المطلوبة. ودائما لما نتكلم عن استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في موضوع الإغاثات والمساعدات، بعد الإعاشة نقوم بتوفير الصحة وهذا ما نقوم به حاليا، والمدارس، ومن ثم الأمور اللي هي مثل البلديات والمياه والآبار. فلهذا حجم ما قدمته دولة الإمارات ليومنا هذا تعدى 1.2 مليار دولار، وفي يعني كم كبير أو جزء كبير من هذا من هذه الميزانية هذا المبلغ تم دفعه كمساعدات عبر الهلال الأحمر الإماراتي بدعم أيضا من بعض مؤسساتها الخيرية في الدولة عبر الهلال الأحمر الإماراتي. فلهذا اليوم نحن متواجدين على الأرض الحمد لله، ومتواصلين ومنتقلين قريبا، يعني سنغطي تعز بأكملها إن شاء الله، ومتجهين للمناطق المحررة الأخرى، وإن شاء الله نصل إلى مناطق عديدة وإن شاء الله إلى الشمال قريبا إن شاء الله. طيب، ما هي الخطط التي وضعت في هذا الصدد؟ هل لتسيير قافلات إنسانية جديدة أم هناك مبادرات جديدة إضافة لما قدم إلى حد الآن لمساعدة المحتاجين؟ القافلات مستمرة بدون توقف في المحافظات التي تم تحريرها. اليوم لو نتكلم عن عدن، يعني هنالك بعض الأسر التي ما زالت بحاجة لتقديم مساعدات شهرية كون أن الحياة رجعت إلى عدن بشكل كبير،
فهنالك طبعا اليوم المحافظات الاخرى اللي نقوم بتجهيز وتوفير متطلباتها لحين العوده للحياه الكريمه طبعا للاسر، ومن ثم الانتقال الى مناطق تم تحريرها يعني خطوه بعد خطوه. لدينا ما يقارب 4 أو 5 فرق اليوم متواجدين في عده محافظات مع متطوعين من الجانب اليمني الذين يخدموننا ويصلوننا بمناطق عديده ولديهم خبره طبعا بالمناطق والطرقات. طيب هلال الاحمر الاماراتي كيف يدعم هذه المبادرات الان في اليمن؟ هل عن طريق مساعدات ام يعني هل هناك ايضا ربما خطط لوضع خط احمر او مساعدات فرديه ممكن ايضا ان تشارك في هذه الحملات، او كيف يتم عاده جمع المساعدات المخصصه الان خاصه للمحتاجين في اليمن؟ قصدك تجميعها داخل الدوله؟ نعم، من الامارات. اليوم المكاتب الهلال الاحمر على مستوى الدوله مواقعها مراكزها تستقبل جميع التبرعات اللي تقدم الى اليمن. هنالك طبعا تبرعات عينيه نستلمها ونرسلها عبر البر والبحر، وهنالك طبعا تبرعات نقديه يتم شراء ما يمكن توفرها في السوق المحلي حاليا في عدن وحضرموت، نقوم بشراء السوق من السوق المحلي ولإنعاش الاقتصاد في هذه المناطق. طيب أستاذ فهد، بالنسبة للراغبين من أفراد ربما على أرض الدولة المشاركة والمساهمة في هذه المساعدات، كيف يمكنهم ذلك؟ عبر جميع قنوات الهلال الأحمر، سواء الموقع الإلكتروني إذا كان نقدي، المواقع ومراكز جمع التبرعات النقدية والعينية، بإمكان تقديم ما يرونه مناسبا لليمن، وإحنا على استعداد وبشكل أسبوعي تقريبا تنقل هذه المساعدات برا وبحرا طبعا عبر موانئ طبعا عدن وميناء حضرموت ان شاء الله قريبا. شكرا لك جزيلا على هذه المشاركه معنا الاستاذ فهد عبد الرحمن بن سلطان، نائب الامين العام للمساعدات الدوليه في هيئه الهلال الاحمر الاماراتي، كنت معنا عبر الهاتف مباشره من ابو ظبي. شكرا.